بملعب الفتح بمدينة الرباط أجريت هذا اليوم مباراة ودية بين فريقي الفتح الرياضي ومنتخب الحمية العسكرية الرباط. اللقاء على العموم تميز بعديد الفرص التي أتيحت للفريقين. منتخب الحمية العسكرية الرباط أضاع في مناسبتين ضربتي جزاء، الأولى في الشوط الأول والثانية خلال مجريات الجولة الثانية. المواجهة انتهت بفوز فريق الفتح الرياضي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. الجنرال دوبريغاد الحسن إمجان القائد المنتدب للحامية العسكرية الرباط سلا بمعية شخصيات عسكرية سامية أشرف على تسليم كأسي المباراة لعميدي الفريقين، كما كانت مناسبة لتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة في منافسات كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، والتي تندرج ضمن مسابقات البطولة العسكرية الجهوية للموسم الرياضي 2010-2011.